بذل جهد كبير منذ بداية السنة. جزائريون لهم رأي وجزائريون آخرون لهم رأي، وهذا هو المنطق، وهذا هو وهذه هي الحياة الديمقراطية والسياسية. لا يمكن لنا أن نكون على رأي واحد، ولا يمكن لنا أن نحقق إجماعا حول فكرة واحدة. هناك توجهات، هناك آراء، إنما الجميع يتفق على شيء واحد، هو مصلحة الجزائر، هو حب الجزائر، هو خدمة الجزائر، هو التفكير في مستقبل الأجيال فيها. كلنا نسعى لأمن واستقرار بلدنا، وكل يقدم تصور لهذا وذاك. نحن لا نريد أن ينظر إلينا على أن هناك شارع وهناك ناس خارج الشارع، هناك حراك وهناك ناس لا يتفقون مع الحراك، هناك جزائريون بآراء مختلفة، لكن الرأي الوحيد الذي نريده هو الحفاظ على مصلحة وأمن واستقرار الجزائر. الذي له رأي في الانتخابات له رأيه وهو محترم، فهذا تصوره وهذا رأيه.